وبيكم عايش. عايش. نحب نشكر شكر خاص صاحبي عماد النعماني، دخلني للركبي عام 82، ما كملتش معاه برشا خاطر نقرا والدي جي انا. وما نعرفش مع الحاضرين هنا نتصور خاطر مانيش متبع ياسر اكثر واحد تيتري في الاسبيرونس خاطر بداها من اللي هو صغير ومن اللي منيم من المنيم بدا وهزنا من الصادقيه ودخل جينيراسيون كامله من قام واحد اخرى كلنا نقراو كلنا اولاد الصادقيه وقتها ثم جماعه مقرين معانا وعملنا ايكيب باهي يعني ما كملتش معاهم برشا راهو شويه شويه فهمتني عملوا ايكيب باهي ووصلوا كيما سليم زرزري منتصر الصانع حمد صاد الله مختار بنبلي برشا وحود عاد الحاجه اللي تفاجات بها انا اليوم كوني متصور كونه اكثر واحد تيتري في الاسبيرونس اللي هو عماد النعماني ما خذاش حظه بالطريقه اللي كنت نتصورها باش نسمع اسمه وقت اللي تقدموا فيه هنا واذا كان ثم واحد انا بيدي نحب نصلح معلومه اذا كان واحد ثم تيتري اكثر منه هو من المينيم وهو يلعب وعمل الى بري معناتها لو رول دان ديريجون وهو جوار في اللاج نتاع المينيم ماذا بيا نتعرف عليه وبارك الله فيكم حب نشكر